سيدي الحجاز الدسوقي ماذا تعلق؟ ما تعليقك سيدي؟ يا رجل انا مين انا علشان اعلق عليه، بس انت ليش قطعت الكلام؟ لا خلص كلام سيدي الشعراوي عن التوسل. نعم. العباس سبق الحرمين. انا قلنا لك قبل كده ان قصي عمل المآثر في 10، انا حافظ منها 5. قلت لك ان السقاية. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا قاعد اسجل. ضمير. عن العباس جدك. رسول الله. ضمير. استغفر الله. جت الحالة كوستاريكا. لسه ما طولتش. اي والله. يا سيد شو. إيه هذا بوسه. اي بوس بوس. ان السقاية وصلت الى هاشم. ايوه. لانه هو جعلها في ابن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلوا. الله يسلمك. الله يسلمكم. الله يسلمكم. محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير للقران الكريم. جعلها في ابنه هاشم. اي نعم. المسمى عم. ايوه. ولقبه هاشم لانه هاشم الفريده لاهل مكه وهم مسلمون عجاف. ايوه. ووصلت الى العباس عليهم السلام. وجعل الرسالة في عبد الدار ووصلت إلى عثمان بن طلحة. سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح. ونزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال لا ينزعها أحد منكم إلى يوم القيامة. لا ينزعها أحد من بني عبد الدار يعني. وجعل السفارة في عدي وصلت إلى عمر. وجعل الديات في تيم وصلت إلى أبي بكر الصديق. وجعل الرايات والحروب في أمية ووصلت إلى أبي سفيان. فهذه المآثر ظلت موجود منها السقاية والرفادة، واستولت الدولة على باقي المآثر. لما نيجي نبص نلاقي إن حصل القحط فاستسقوا بالعباس. عليه السلام. مع ان العباس متاخر اسلاما عن عمر. لكن الشيخ ابو زهره رحمه الله قال العباس اقدم اسلاما بدليل انه يوم العقبه، لا يوم العقبه هو اللي وقف. تذكر الله فيه. قال للانصار يا معشر الأنصار إن محمدا منا حيث قد علمت، فإن خذلتموه فمن الآن فدعوا، وإن كنتم تنصرون مما تنصرون منه أبناءكم وذراريكم فهو معكم. كويس؟ كويس. فقال إن هو كان مؤمنا يكتم إيمانه. سلام. زي ما قال على أبو طالب. شنو خلينا نشوف موضوعك حجي. قاعد تستريح. سمى الله عظيم. زي ما قال على ابو طالب انه ايه مؤمن آل فرعون يكتم ايمانه. لكن المساله بتدعونا الى حادث اكبر من ذلك. سيدنا الخليل ابوه آزر ولا عمه؟ ابراهيم الخليل عليه السلام. أيه هو ملقب بآزر لكن اسمه تارك. الله اكبر. معدات. كويس. فكلمة آزر لأنه كان يؤازر الملك النمرود وزير عنده، والواو تتعاقب مع الهمزة زي ورث وإرث. فهل إن كان أبوه الشيخ البيجوري اللي قال تبقى مين للبيان، وإذ قال أبو إبراهيم لأبيه آزر، فيبقى هنا للبيان. وقال الشيخ شعراوي أبوه يعني عمه. انت لما تقول روح لابوك فلان، اذا نصصت على كلمة فلان يبقى معناها عمك. كويس. طيب دعنا من هذا. ابو الانبياء يعني يبقى ابوه كافر؟ طب ما ربنا بيقول وتقلبك في الساجدين. مداد مددين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زلت انتقل من الاصلاب الطاهرات الى الارحام الزاكية. عليهم السلام. طيب بلاش. قابيل وهابيل. ايوه اديله. هابيل قتل خلاص ما عنديش ناس منه.
يبقى الناس من مين؟ من قابيل. من هابيل. القاتل من قابيل. الناس من قابيل. المقتول هابيل ها؟ المقتول هابيل. فهل أبو البشرية ملعون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كثلها. الله أكبر. لأنه أول من سن للناس القتل. باب السلام. وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كم حوادث قتل تحصل كل يوم؟ بينزل على قابيل، بينزل على قابيل لعنات كثيرة كل يوم. لا حول ولا قوة. يعني أبو البشرية ملعون. إذن نتوقف ونقول قد تلك أمة قد خلت. أحسن حالة الحكم لله. طيب. صح لا. طيب المرحلة التالية اللي هي ما بعد الطوفان. ما قبل الطوفان. الناس دي كلها خلقت التوكل على الله. أيوه. طيب ما بعد الطوفان. نوح والذين معه. أيوه. طيب. يبقى احنا المفروض بقى احنا كبشر دلوقتي مش من نسل قبل. نعم. يعني من نسل أبو تجددت الأنسان. أبو البشرية التالية. هذا إجابة جميلة. أبو البشرية الثاني هو نوح. كويس. طيب هابيل وقابيل كم سنة عن سيدنا آدم؟ بين نوح وآدم 1000 سنة. الله. وقابيل وهابيل؟ ما هم بقابيل وهابيل وشيس وإدريس والياس كلهم قبل نوح. لا عليهم السلام. الياس بعض والياس إدريس دول لحد إدريس قبل نوح 1000 سنة. ما تعدون 1000 سنة. كويس. لما نيجي هنا أبو البشرية الثاني اللي هو سيدنا نوح. ربنا قال فيهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نارا. قالوا إن النار بتاعتهم إيه؟ عمق البحر. لأن البحر كل ما تنزل حر بسبب المية من الغليان اللي تحتها تنشأ هذه الأمواج. صح كده ولا لا؟ صحيح. يبقى إذا هم دخلوا نار البحر. تمام. صعدة المعري لما قال صح يا لك دعاء تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي؟ لأنكم نحمد همش قبور أغرقوا. صحيح. هو كان ممكن يقدر يتصرف في القفل. انما اللي عهد عاد وثمود جت القبور. شكرا.